في بيان مفاجئ لرئاسة الجمهورية، أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وتعيين العقيد مصطفى الهبيري المدير العام للحماية المدنية كخليفة له على رأس هذا الجهاز الأمني. وحسب متتبعين، فإن قرار الإقالة جاء عقب التصريحات الساخنة التي أدلى بها المدير العام للأمن الوطني صبيحة الثلاثاء حول قضية الكوكايين بميناء وهران. في التحقيق الابتدائي نقولها بكل صراحة، كانت فيه تجاوزات وكانت فيه اختراقات، ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وما خلاوش وحسموا الامور وما خلاوش الامور تتميع. المؤسسه الشرطيه عازمه باش تواصل العمل تاعها، عازمه باش تواصل محاربه الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف، اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. يأتي إنهاء مهام اللواء هامل بعد 8 سنوات قضاها على رأس المديرية العامة للأمن الوطني، قادما إليها من قيادة الدرك الوطني وبالتحديد الحرس الجمهوري.